مساء الخير جميعا واهلا بيكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. الحقيقه انا سعيد بوجودي في البرنامج النهارده لاني بقالي فتره كنت يعني غايب عن البرنامج بسبب سفري في مهمه لتغطيه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده الامريكيه، وبعدها قعدت في امريكا شويه ورجعت. كنت طبعا ناوي ان انا اتكلم النهارده عن امور كتير خاصه بالزياره وكيف تستفيد مصر من استقبال البيت الابيض لرئيس مصر الحقيقه بعد 70 يوم فقط من تولي دونالد ترامب المسؤوليه او رئاسه اقوى دوله في العالم اللي هي امريكا، وازاي ممكن نبني على القمه المصريه الامريكيه مستقبل يعني يعتمد على المنفعه المتبادله والحوار المتبادل والمصالح المشتركه ما بين دوله كبيره هي مصر في منطقه الشرق الاوسط والمنطقه العربيه، وما بين اكبر دوله في العالم وهي الولايات المتحده. النهارده ان شاء الله هيبقى عندي حوار في برنامج 90 دقيقه مع الكاتب الصحفي الاستاذ عادل حموده، وهنتكلم في مساله مصلحه مصر من زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة مؤخرا، ولكن